السلام عليكم. اليوم محاضرة 12 من الحفاظ على التراث المعماري. اليوم نتكلم عن بعض التعريفات وعن بعض أساليب الحفاظ المشهورة. أول تعريف للحفاظ نفسه قلنا هو عبارة عن إجراءات مباشرة وغير مباشرة، إما بتكون وقائية أو علاجية، الهدف منها المحافظة على النسج الفيزيائي للمبنى أو للموقع والمحافظة على القيم تاعته من المؤثرات الإنسانية والطبيعية عشان نطول عمره للأجيال القادمة. هاي نقطة مهمة. حكينا حسن فتحي كمان كان عنده وجهة نظر بخصوص الحفاظ، فهو بيتكلم عن الايدنتيتي كثير، بيتكلم عن المجتمع people، فلذلك لما يجي يتكلم عن نقاط وجهة نظر الحفاظ هو بيتكلم عن continuity of life، يعني استمرارية الحياة، وإنه كيف هو في educational side، في skills side، بطور الحرف، بطور المهارات عند الناس، وكمان لما يتطور عندهم الحرف والمهارات يصير له إيجابيات اقتصادية على المجتمع. فيلدن بتكلم بشكل شوي تكنيكال أكثر، يقول أنا هدفي أني أنا أوقف التآكل في المواقع التراثية، أحفظ القيمة تاعتها وأحفظ الرسالة تاعت هاي المواقع التراثية. كمان هو بيتكلم عن أنه بده يطول عمر الموقع التراثي ويعيد استخدامه الآن وفي المستقبل. طبعا بيتكلم برضو عن مجموعة من الأساليب عشان الحفاظ، هو فيلدن تكنيكال بالآخر ICCROM. محمد أركون فيلسوف جزائري حكينا، تكلم من منطلق جزء أقرب للناحية الإنسانية اللي بحكي فيها حسن فتحي، من ناحية التكنيكال بحكي فيها فيلدن، فبيقول أنا بدي أحافظ على الرسالة الثقافية اللي بقدمها هذا الموقع من المستقبل، سواء بدها تساعدني من ناحية اجتماعية أو اقتصادية، كمان بدها تحاول إنه نوعي المجتمع للمبنى هذا، لأنه هذا فيه له إيجابيات من ناحية المهارات، المعارف، أساليب البناء ومواد البناء. طبعا هو ما بدوش إياها بس ناحية تكنيكال إيشو، هو بقول أنا بقدم من خلال حفاظ صورة ثقافية بحيث أن أحافظ على القيمة الثقافية للتراث، وبالإضافة لهيك أنا بقدمه للأجيال القادمة. وهنا بحاول أنه بيعطي توصيات، فبقول لما تكون كمان تتكلموا عن التاريخ حاول تكلموا كمان مع الكلام عن التاريخ، تكلموا عن المنشآت والمباني والتراث الثقافي اللي موجود عندكم. وهذا شيء يعني مؤثر بصراحة، يعني لو الواحد يبدأ يقرن القراءات التاريخية يقرنها بالقراءات المعمارية والقراءات الأثرية ممكن تكون تعليمية أكثر وأعمق في توصيل المعلومة. نتكلم هنا عن الهيريتج ريسورس. الهيريتج ريسورس قلنا سابقا في الفصل الماضي أنه بدك تنظر لها كأرتستيك هول، ما تنظر لها على أساس أنها أجزاء، رغم أنه الأجزاء هذه مهمة، مهمة من نواحي إما كالتشورال وإما سوشيو إيكونوميك. قلنا أنه القيم الكالتشورال أو السوشيو إيكونوميك لو بدنا نجمعها مع بعضها البعض عندنا قيمة للأرتستيك هول. فكرة الأرتستيك هول هاي بدكم تحطوها ببالكم، فيها كثير من علاقات الجودة في مجموعة من النواحي اللي لازم الواحد ينظر لها، مثل ديزاين، ماتيريالز، وركمانشيب، setting relationship to the setting. لذلك يعني انتبهوا للقيمة الكلية الارتستيك هول، مش بس لمجموع القيم الجزئية. historical timeline، بدنا نفهم موقع التراثي له timeline. لما وصلنا بالشكل اللي احنا استلمناه فيه هو وصلنا بشكل في 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 بعض النقاط الزمنية التي لا يمكن تعويضها، فلذلك انا بدي اكون واعي بمسألة timeline تاع المبنى، انه هذا الخط الزمني اللي وصلني هذا يعني اضاف قيمه لهذا المنشاه، قيمه لا يمكن تجديدها، بدي انا اراعيها. لما اسلم اي مبنى تراثي انا بدي اراعي هذه النقطه، انه مو ببساطه انا بدي امد ايدي وافترض التغييرات اللي انا بدي اياها. وهي نقطه من النقاط اللي يعني نوقشت مع بيلت لودوك من قبل جون راسكين إذا بتتذكروا في البداية. أنت بتقدم المبنى، طيب المبنى بتنزع منه أنت لما تيجي تنفضه بمعنى آخر أو تعيد بنائه،
وكأنه يعني أنت قيم عليه جماليا. أنت لما تعمل هيك أنت بتنزع منه القيمة الزمنية، القيمة التراثية اللي هاي لها علاقة بالميموري، هاي لها علاقة بذاكرة المجتمع. مش ممكن إنه إحنا نوافقك على هيك برأي جون راسكن، يعني سواء بيلتو دوك أو اللي كان معه في بريطانيا اللي هو جورج سكوت. إذا الهيستوريكال تايم لاين بينقسم لثلاث أقسام، بدنا هاي الثلاث أقسام نفهم القيمة تاعت المبنى في كل قسم من هاي الأقسام. القيمة تاعت المبنى الأولى اللي هي عند الكرييشن، لازم يكون الكرييشن انعمل هذا المنشأ، هذا السايت، هذا اللاندسكيب، هذا السيتلمنت انعملت بشكل له قيمة في هذاك الوقت. يعني لو بنيت شيء ما له قيمة في الوقت اللي انعمل فيه، صعب جدا اني انا بعدين اجي اقول لانه بس قديم انا بقدر اخذه. طبعا بيصير له قيمة إضافية، بس هو اساسا مش قيم. يعني لو الواحد بنى السياج قش مثلا، سياج قش طيب، وعاش والله سياج هالقش بشكل أو بآخر، عاش 100 سنة، قارنه لما تبني أنت جنبه مثلا مجموعة مباني جميلة هيك لفلاح مثلا مالك أراضي، وحاول أنه يضيف لها لمسات فنية، وحاول أنه يقسمها لقسمين لعائلتين، وحاول أنه فحاول يقدم إضافات، فذاك في وقته له قيمة، فبتزيد هذه القيمة مع الوقت. هذاك في وقته قيمته محدودة جدا، بجوز مش مهمة يعني، لذلك شو ما أضفت له وقت مش هالشيء الرائع يعني. فمسألة الديفلوبمنت بعدين، لو أنا بنيت شيء بسيط وبعدين أجا ملاك آخر وأضاف إضافة جيدة، وبعدين ملاك ثالث وأضاف إضافة جيدة، وملاك رابع أضاف إضافة جيدة، هذا سنة 1900، هذا سنة 1920، هذا 1930، هذا 1945، هذا كذا، وبعدين ثبت عند 1960 ووصلنا بهذا الشكل للكل حاول يطور بشكل إيجابي. مسألة الديفلوبمنت هاي وإضافات الجميع هاي مسألة إلها قيمة برضو. لذلك أنا البريزنت بيرسبشن، الإدراك الحاضر للموقع التراثي، هو إدراك مرتبط بمسألتين، مسألة الكرييشن ومسألة الديفلوبمنت. بدكم تنتبهوا لهذه النقطة. طبعا مره ثانيه بحكي irreversible process، يعني ما بتقدر تيجي ترجع وتغير فيه تاريخيا. ما فيش شيء في يعني ما وجدناش حتى الان شيء اسمه آلة الزمن الواحد يرجع تاريخيا وغير اجزاء من المباني. فلذلك يعني اتقبل الموجود وتعامل معه انه له قيمه بذاته، او انه جزء من development، جزء من التطور ما بين الكرييشن وما بين البريزنت. نتكلم الآن عن الانترفينشنز، إيش التدخلات اللي أنت ممكن تتدخل فيها كمختص بالحفاظ في ضمن المنشآت أو في ضمن المواقع التراثية. الآن فيلدن ويوكيليتو هم اللي بيحاولوا يعطونا تصور عن بعض التريتمنتس، بعض المعالجات، معالجات الحفاظ. فبيتكلموا عن بعضها، احنا بدنا نذكر منها مثلا protection, preservation, consolidation, restoration, reconstruction, rehabilitation and adaptive reuse. هذه بعض المعالجات او بعض الاستراتيجيات عشان نتعامل مع المبنى التراثي. نهتم بهذه النقطة انه مو كلها معالجات جزئية، بعضها عبارة عن تصور استراتيجي، تصور تخطيطي، أنا بدي أخطط المبنى هذا بحيث أنه يصير كذا وكذا وكذا وكذا. هذا مش جزئية، هذا عبارة عن خطة شاملة. الآن في جزئيات للمعالجة، جزئيات المعالجة برضو موجودة في ضمن المبنى، والله هاي بدي أعملها restoration، هذا الجزء، هذا الجزء بدي أعمل له reconstruction، هذا الجزء بدي أعمل له consolidation. إذن في بعضها معالجات وبعضها عبارة عن استراتيجيات، نظرة شاملة المبنى كيف أنا أتعامل معه. نقسمها قسمين بطريقة أخرى، بيقول يعني إنه تعالوا يا جماعة إحنا بدنا نقسمهم لإيش بنسميه direct actions، والdirect actions هاي يعني إنه عبارة عن إجراءات مباشرة بتعامل فيها مع المبنى بشكل مباشر، تمس جسم المبنى الفيزيائي الطبيعي بشكل مباشر، هاي direct actions. وindirect actions هاي إجراءات بنعملها راح تأثر إيجابيا في الحفاظ على المبنى، لكن هي ما بتتعامل مع المبنى بشكل، يعني ما بتيجي لجسم المبنى وتتعامل معه.
ابدا لا هي بتتعامل من بعيد لكن تعطي نوع من الحمايه والحفاظ على الموقع التراثي. في اشياء بنسميها دايركت اكشنز حكينا عنها قبل شوي، مباشره تتعامل مع جسم المبنى، وان دايركت اكشنز غير مباشره تتعامل مع محيط المبنى، محيط المبنى سواء الطبيعي او محيط المبنى القانوني او محيط المبنى التبعوي. طيب دايركت اكشنز معتبرها كيوريتيف علاجيه، انها بتعالج الاشكالات اللي بتنشا في جسم المبنى، والاندايركت اكشنز نعتبرها بريفنتيف بمعنى انها وقائيه، وقائيه يعني بتمنع انه يحدث اشكالات في المبنى قدر ما هي أكثر. العلاجيه مثل بريزرفيشن، مثل ريكونستراكشن، مثل ريهابيليتيشن، مثل مينتيننس، مثل ريبير، مثل ادابتيف ريوس، مثل فساد ريتينشن كما معنى اخر. بريزرفيشن محافظه، ريكونستراكشن إعادة بناء. بعد شوي راح نشرح التعريفات لهاي المصطلحات. ريهابيليتيشن إعادة استخدام، أو على الأصح يعني إعادة استخدام في الوظيفة السابقة نفسها. مينتيننس اللي هو الصيانة، ريبير المعالج أو ريبير الإصلاح، أدابتيف ريوس إعادة الاستخدام في وظيفة جديدة، وفساد ريتينشن اللي هي المحافظة على الواجهات. Indirect actions are preventive، هذه المفروض أنها وقائية، من الأصل بتحاول تمنع أنه يكون في إشكالات، تمنع أن الإشكالات توصل للمبنى، تمنع الديكي أو الدمج أنه يوصل للمبنى أساسا. هاي من ضمنها التوعية، كلهم value identification، نقول القيمة، تحديد القيمة للمبنى. listing نحطه في list معتمد مثل WHL، أحد الليست. بلدية ممكن تعمل list لحالها، البلد ممكن تعمل list مثل English heritage حكينا عنه في الهيستوري. فالليست كونه هذا المبنى أو هذا الجزء من المبنى listed معناته احنا بنفهم الناس انه له قيمه عاليه. CRM التعامل معه بطريقه اداريه، مش التعامل معه بطريقه تكنيكال وبس. بعدين في عنا legislative الناحيه القانونيه، حط قوانين تمنع الاشكالات في المباني. social studies الدراسات الاجتماعيه، المبنى يكون جزء من الدراسات الاجتماعيه. covering shelters ممكن حتى اعمل شيء فيزيكال، يعني احط حواليه شيء يمنعه من الرياح، حواليه شيء يمنعه من من انهيارات. فبصير عندي هذا بعيد عنه، مش جاي للفيزيكال فيزيكال بيلدينج لكن عموما، او لجسم المبنى لكن عموما، هو بيمنع عنه اشكالات ممكن تحصل كانت سواء جيولوجيه او من ناحية الطقس، من ناحية إنسان يعني تحط أسوار حواليه. خلينا نتذكر بعض المعايير اللي احنا بنشتغل فيها. فيلدن هو الآن بيتكلم عن الكرايتيريا، وكتابه هذا هو الكتاب المعتمد عند ICCROM وعند الايكوموس، وفي كثير أو من الكتب المعتمدة طبعا. فمن احنا نناقش هذه التدخلات وشو هي بتقدم لنا. فالمعايير بتكلم فيها عن الانترفنشنز، فبيقول المعايير تبعته لفيلدن انه لما انت بدك تعمل انترفنشن، لما انت بدك تعمل عمليه حفاظ، بدك تهتم انها تكون قابله للتراجع، reversible or repeatable او قابله للاعاده if possible، يعني اذا ممكن انك تعملها قابل للتراجع اعملها قابل للتراجع. لانه مجرد ما انت غيرت الجزء التاريخي
هذا الجزء التاريخي اللي انت غيرته، افرض انك انت وصلت بعدين لنتيجة انه كان ممكن اعمل احسن من هيك، فهذا التعديل اللي انت عملته يكون افضل انه قابل للتراجع، قابل للإعادة. طيب بعدين لازم يكون متوافق مع التعديلات او مع اساليب الحفاظ المستقبلية، ولذلك خطة الحفاظ انت بدك تحط خطة لتطبيق الحفاظ على الموقع أو المبنى في الوقت الحالي، لكن مرتبطة بخطة استراتيجية. الآن أعمل هيك، بعد سنتين بتوقع أعمل هيك، بعد كذا سنة بتوقع أعمل هيك. فهذه الخطط تكون متفقة مع بعضها البعض، متكاملة. حاول تقدم خطة تتفق مع ما تتوقع أنه يصير عليه حفاظ في المستقبل. طبعاً ننساش فكرة أبلتون اللي حاطة برينسيبل سابق، أقول لك proceed slowly، مبنى عمل وعاش يعني للوقت اللي انت جي للوقت اللي انت قابلته فيه أو شفته فيه عاش مئات السنين، تيجي انت عمل معه هسه يعني لازم تخلص الحفاظ تاعه بسنتين، يعني لا، هذا مش هيك. دائما بدك تكون عندك تصور عميق، تصور طويل للتعامل مع المبنى. لما بدك تستعمل أي مواد للحفاظ استعمل maximum quality، أعلى جودة بتقدر تستعمل. لا تعمل مع الموضوع مثل أحد زملائنا أجا يعمل يعني حفاظ على أحد المباني في إربد، في تل إربد، أظن هسه مركز ثقافي يعني هناك في تل إربد، فبيقول جيت على المبنى بدي أعمل له حفاظ، ما لقيتش ناس يشتغلوا فيه، رحت إيش؟ رحت نزلت على البلد وجبت مصاروي خليتهم يشتغلوا معاه. هذا الكلام مش مقبول، يعني مش مقبول ابدا، هذول الناس مش مؤهلين لعمليه الحفاظ. والان المبنى نفسه يعني بتطلع عليه فاقد لقيمته التراثيه، عباره عن بناء الشخص اللي تدخل فيه لاخر مره من حوالي 20 سنه ولا شيء زي هيك. طيب create harmony in terms of color texture and scale، استعمل مواد تعمل انسجام، تعمل تناسق من هذه النواحي. لما تعمل مع ناس، لما تجيب ناس، تجيب well trained and experienced conservationists، مثل ما حكيت لك قبل شوي، لا تنزل على البلد وتعبي لك بيك اب كلياته من الشباب الطيبه اللي بدها تشتغل بالمياومه، لا، بدك تكون عندك ناس مؤهلين مدربين بيعرفوا قيمه الشيء اللي بتعملوا معه. بالمقابل شوف أبلتون شو حكى 1901، هاي حكينا لكم إياها سابقا، بقول لك proceed slowly and when in doubt wait، بقول لك امشي شوي شوي تمهل. طبعا العلاقة بفكرة reversible and repeatable. طيب hire experienced professionals to do the work، هاي مرتبطة برقم 5 في عند فيلدن. بعدين document every stage taking plenty of pictures، بقول لك اعمل documentation عالية، انتبه فدير بالك حتى لو فيلد ما حكاها اعمل documentation عالية. بعدين save samples of the originals as evidence، documentation كمان أكد عليها، نعم. بعدين mark new work so that it cannot be later confused with the original، هذا مرتبط بالdocumentation، مرتبط بواحد reversible and repeatable، مرتبط باثنين يعني. فلذلك الأفكار قاعدة بتتطور، قاعد بصير في تفاصيل أكثر. لكن أبلتون بتكلم عن principles، كلام هيك عام، احنا هون بنتكلم عن كرايتيريا، هون المعايير بدك انت تقيد فيها. يعني أبلتون دخل أخلاقيات بالمعايير بدك تشتغل. مرة ثانية بنيجي هون فيلدن أجي أتكلم عن الإيثكس للتعامل مع المبنى، إذا تكامل قسمها، بدل ما أبلتون كان يتكلم عن principles أجي فيلدن يتكلم عن معايير وعن أخلاقيات. فبيقول إيش؟ بيقول في الإثكس أخلاقيات التعامل مع المبنى التراثي. Documentation of the condition. هنا ذكر documentation of the building before any intervention is carried out. لازم تعمل توثيق قبل ما تدخل الحفاظ في الموضوع. اعمل توثيق للوضع الموجود. Keeping any historic evidence. هذا بالضبط زي 4 عند أبلتون اللي على اليمين. Save samples of the originals. طيب minimum intervention is best.
هاي جديدة هاي، إنه قدر الإمكان لا تتدخل يعني بالضروريات بس، لا تعملش تدخل بالحفاظ طالما أنت شاعر إنه في مجال إنك تتركه كما هو. طيب an intervention should respect all the values of the building. قيمة المبنى بدك تهتم فيها، رسالة المبنى تهتم فيها كلها. كم قيمة احنا حكينا cultural وsocio economic، هدول عددهم 3 وهدول عددهم اتوقع 5 يعني 8 ممكن اكثر، انت بدك تشوف. طيب the operational process of the intervention should be documented. كل شيء بتعمله، كل شيء بالبروسيس. اليوم اجى فلان الفلاني بده يعمل مثلا، بده يعمل solidification لهذا الحجر، راح جاب الكيميكال الفلانيه خلطها بالكيميكال وصب عليه من الناحيه هاي، مهتم بالناحيه هاي، ما اهتمش بالناحيه هاي، وهي الناحيه كذا وكذا، وصور وعمل دوكيومنتيشن لكل صغير وكبير. بتعرفش ممكن تاثر يعني على اجزاء اكبر من المبنى من مجرد جزء صغير. اذا انا بنتكلم عن هيك الإثكس، تكلمنا كمان عن المعايير بدك تعمل فيها عمليه الحفاظ. خلينا نفهم احنا بنشتغل بايش في عمليه الحفاظ. احنا نتعامل مع الهيومن ريسورسز، هي الهيومن ريسورسز مش الناتشرال ريسورسز. الهيومن ريسورسز تنقسم لايش؟ لكالتشرال وناتشرال. هذا الموجود عندنا بالدنيا، الاشياء اللي عملوها اسلافنا، واللي بالمقابل اللي ربنا خلق لنا اياها عشان نتعامل معها. اهتمامنا بصراحة مو رايح احنا في الحفاظ، في تخصصنا حفاظ على التراث المعماري، ورايح للنواحي الناتشورال كثير. احنا اكثر اهتمامنا بده ينصب على النواحي الكالتشورال. النواحي الناتشورال يعني اللي لها تمس بالامور الكالتشورال هي بنهتم فيها. طيب اذا هسه بدنا نبدا نحيد، نركز على الكالتشورال اكثر. الكالتشورال اما بيكون تانجبل محسوس له جسم فيزيائي، واما انتانجبل بمعنى انه غير محسوس، ما له جسم فيزيائي لكنه مهم. اساسا فكره انه التراث المحسوس، التراث المحسوس ناشئ عن الافكار والمعتقدات والمذاهب اللي موجوده في التراث غير المحسوس. يعني المسجد هو تراث محسوس، ما نشا الا لانه في صلاه اللي هي تراث غير محسوس. وبالمقابل يعني تعال نتكلم عن الفندق او عن الخان اللي في الطريق، هذا تراث محسوس، ما نشا الا انه عمليه تجاره، هي تراث غير محسوس، عمليه رحله من اجل التجاره تراث غير محسوس. اذا التراث غير المحسوس هو اللي بيقدر التراث المحسوس. لازم احنا يكون عندنا فهم واضح للانتانجبل كلتشر، لازم يكون الفهم واضح، يساعدنا كثير في عمليه الحفاظ لما نيجي نتعامل مع مبنى معين. والله انا قدامي السايت الفلاني او المونيمنت الفلاني، هذا في يوم من الايام كان معصره زيتون. طيب ممتاز، ايش البروسيس تاع عصر الزيتون؟ هذا تراث غير محسوس، عشان اعرف اجدد هذا المبنى، عشان اعرف اتعامل معه من جديد واوضحه للناس. فدفهم البروسيس، هاي البروسيس انتانجبل كلتشر، نقلت إلنا ما نقلت إلنا، بدنا نعمل البحث تبعنا. طيب اذا التانجبل والانتانجبل، حاليا احنا بدنا نركز اكثر على التانجبل. الانتانجبل نتعامل معه لما يكون له علاقه فعلا قويه بمساله التانجبل. طيب الموفابل والاموفابل، التانجبل بنقسم ل، ما هو محسوس، بنقسم لاشياء تتحرك واشياء لا تحرك. طيب اشياء تحرك واشياء لا تحرك، اذا احنا نهتم اكثر كمعماريين بالاشياء التي لا تحرك. لاندسكيبس، مونيومنتس، سايتس، سيتلمنتس، هاي الاشياء نهتم فيها اكثر. يعني بدك تحكي لي بعدين باب كذا، هاي فرنتشر ممكن تحرك، لكن مينلي احنا بنركز على الاشياء التي لا تحرك. فالموفابل والاموفابل، احنا نتكلم اذا حتى الان عن اموفابل. الاموفابل تانجبل كالتشرال هيومن ريسورسز، هذول هم نقطه التركيز وما يتعلق بها. يعني المتعلقات من اللي حواليها برضه بدنا نهتم فيها، لكن التركيز وين؟ على هاي الاشياء.
sites or monuments. احنا عندنا sites or monuments. اللي احنا كاركتكت نركز اكثر احنا عاده على المونومنتس، لكن برضو احيانا بنركز على السايتس. فاذا الموفابل تبعنا بركز كثير على مونومنتس والسايتس. بعض هاي الاشياء تلاقينا بنركز عليها اكثر اللي هي المونومنتس، روف بيلدينجز، انهابيتيتد بيلدينجز، المباني ممكن تكون بعضها ما زالت مسكونه بعضها لا، السايتس ممكن تكون رورال، رورال يعني خارجية طبيعية، buried remains أو archaeological sites يعني مناطق مناطق آثارية، مواقع آثارية، buried remains البقايا المدفونة، هاي مش كثير بنهتم فيها زي المونومنتس. إذن هنا إحنا تركيزنا في the area of conservation أو architectural conservation، تركيزنا في the immovable, tangible, cultural, human resources. ذكروا هاي النقطة طبعاً. بس بدنا نتذكر نقطة ثانية، إنه هاي قيمتها لها علاقة بالtime line, historical time line تاع ال property يعني تاع المقتنى التراثي. إذن conservation نرجع مرة ثانية للتعريف تاعه. هسا ندخل في بعض التعريفات. conservation could be defined as a group of direct and indirect actions، إجراءات مباشرة أو غير مباشرة، curative or preventive، وقائية أو علاجية، save the physical fabric، its artistic significance and values from natural and human causes of decay and to elongate its life for future generations. هاي بعض النقاط الرئيسية اللي ذكرها فيلدينغ في تعريفه للconservation. preservation اللي عملية المحافظة، هاي strategy، هاي overall decision، يعني أنا هنا بتاخذ قرار كلي لصالح المقتنى التراثي، قرار كلي أنا بدي أعمل preservation، أنا بدي أحافظ عليه. preservation aims to keep the site or building in its existing state، أنا بدي أجمده، عملية تجميد هاي عملية البريزرفيشن. طبعا البريزرفيشن عند الأمريكان بيستعملوها بدل كلمة conservation، يعني الأمريكان بيستعملوا كلمة preservation إنه العلم علم preservation، لكن الإنجليز بحاولوا إنه يعمل preservation هو مجرد إجراء، أحد الإجراءات اللي ممكن أنا أعمل. إذا أنا بدي أحافظ عليه في وضعه الحالي الحاضر وأمنع إنه يصير له تآكل إضافي. طبعا أنا لما بدي أعمل هيك بدي أصير عندي مجموعة من الزيارات أو عملية الانسبكشن التفتيش، يصير عندي تفتيش منتظم للمبنى، وبالإضافة للتفتيش المنتظم إذا وجدت إنه في عنده أي إشكالات أعمله إصلاح، صيانة إصلاح. مسألة ثانية مهمة يعني إنه أحد أساليب الكونزرفيشن هي مثل ما حكى لك مين، عفوا الريزرفيشن هي مثل ما حكى لك هذا أظن آيكوموس، اللي هو أثينز، لا مش أثينز أتوقع، حكوها هاي في فينيس تشارتر، قال لك المبنى إذا بدك يعمل موقع بدك تستغله وتعمله كونزرفيشن وكذا بها ونامت ما بدك ادفنه. فهي البريزرفيشن احد اساليبها انك تدفن، عيد دفن المقتنى التراثي. كونسوليديشن الدعم، هذا تكنيك اكثر منه استراتيجي، تكنيك يعني شيء جزئي شيء محلي في جزء من المبنى، هو عباره عن انا ممكن يكون عندي مثلا الحجر تاع المبنى بدا يتاكل بدأ يتراجع، بالذات لما يكون مبنى تراثي أو مبنى تاريخي موجود في المدن الصناعية أو قريب من المصانع، وقت الكيميكلز بدها تصير تهاجم الحجر والحجر بيبدأ وضعه يتراجع بسرعة. فأنا من ناحية consolidation ممكن أضيف له بعض الكيميكلز بحيث أنه أنا أحافظ عليه أو أغطيه بمادة اللي تمنع تفاعل الكيميكلز هاي معه. في طبعا المعاناة كانت كبيرة جدا في المدن الأوروبية الكبيرة مثل لندن، لأنه كانت المصانع تحيط بلندن والمباني كانت الذوب، يعني بمعنى كلمة ذوبان، فإذا
لذلك اضطروا فعلا انهم يعالجوا كثير باساليب الكونسوليديشن وحاولوا يطوروها. طبعا الكونسوليديشن مشكله انه بغير التركيب الكيماويه للماده، يعني حجر ما بعود حجر لما انا اضيف المواد الكيماويه وكذا. فلذلك صاروا يبحثوا عن مواد فريندلي تكون يعني اقل تاثيرا على القيمه الكيماويه للماده، وبحيث انه اسلوب الحفاظ هذا يصير ريفيرسبل، لانه بالاخير بيعود ايريفيرسبل، يعني بصير او بالاسلوب القديم صار ايريفيرسبل. انا المبنى صار او الحجر تاع المبنى صار كانه بلاستيك، صار له اشكالات ثانيه، فانا بدي احاول يكون الكونسوليديشن تاعي ريفيرسبل. الكونسوليديشن بشكله الفيزيائي العام كمان ممكن يكون ان انا احط دعامات للجدران، دعامات للمبنى، بحيث ان المبنى ما يسقط بالسقف كذا، المبنى ما يسقطش ما يوقعش ما يطير. لكن هذا طبعا هذا احد الاساليب، بس المقصود الاوسع هو الاسلوب الكيماوي اللي هو كونسرفيشن تكنيك. هذاك الاسلوب اللي ما اجي انا اعمل له كونسوليديشن فيزيكال جزء اقرب يكون للبريزرفيشن، تجميد المبنى على وضعه على ما انا اشوف كيف بدي اتصرف فيه. ريستوريشن، هذا تكنيك ريستوريشن، انا برمم المبنى، يعني هذا الاسلوب الاشهر لفكره الحفاظ، بان انا اجي للاجزاء المتاكله وابدلها ببساطه، يعني هذا الريستوريشن، او اشوف اذا في امور واقعه. طيب اذا ريستوريشن بدي انا اراعي نقطه مهمه جدا جدا في ريستوريشن، انه المبنى لما بنعمل ريستوريشن انا بحاول ارجعه لوضعه الاصلي اللي كان في وقت الكرييشن او وقت الديفلوبمنت، لكن انا ما اضيف عليه، انا في ولد الحاضر ما اضيف عليه. الفكره اللي قدمها جون راسكن او قدمتها اللي هي السبنيه، لكن انه انا اجي اتعامل معه انه مثل بيلت لدوك واحاول انه كمان اضيف عليه كاحد مراحل مبنى، لا هو انا بكون بدمره. فاذا ريستوريشن مينز ذا موست توتال ديستركشن مثل ما حكى جون راسكن. طيب فينس تشارتر بتقول لك ريستوريشن ماست ستوب وير كونجستشر اور ايماجينيشن بيجنز، لما تبدا تتخيل المبنى بشكل اجمل وكذا وقف خلص، انت اطلع من الموضوع، انت ما عليك انك تتخيل المبنى. عليك تشوف كيف كان وضع المبنى لما انشئ، ما عندك تخيلات، انت مش مصمم، انت لا، انت بتصمم تكنيكس، بتصمم اساليب، بتصمم اجراءات، بس ما بتصمم مباني، ما بتصمم، انت بدك تحافظ على التصميم اللي كان موجود. فهم مهم عندهم بشارتر اوف فينيس انه انت توقف عن التصميم، عن التخيل، وتعتبر حالك مبدع. الابداع إلى علاقة بالإبداع بالمحافظة على الموجود، مش إبداع كيف بدك تجدد الموجود. Reconstruction، مرة ثانية نتكلم عن استراتيجي، يا ترى هذا المبنى المنهار ولا إشي أعيد بناءه أرفعه ولا أترك موضوعه هيك وعمل له preservation. بشكل عام أنت هنا برضو بتكلم عن Reconstruction، إذا it is rebuilding of historic buildings using new materials. بدي أجيب هون مواد جديدة أنا ريكونستركشن، والله دعم ريكونستركشن لمباني الرومانية في عمان ولا في جرش، جيت ولقيت الناس عملوا مدينة وأخذوا من القطع الحجرية الموجودة في جرش وبعمان. ما زالت الإشاعات تقول إنه في ناس كانوا يجيبوا الأعمدة تاع جرش والأعمدة تاع عمان ومدوها يعملوا أساسات لبيوتهم. طيب هاي القطع المفقودة شو عمل فيها؟ بقول لك عمل ريكونستراكشن، عيد تشكيلها، عيد بنائها وابني فيها من جديد. إذا using new materials it should be based upon accurate documentation، لازم يكون عندي توثيق دقيق جدا. Evidence، أدلة مهمة، never on imagination. مرة ثانية بقول لك أنت يعني لا تعتمد imagination، اعتمد على الدراسات، لا تعتمد على تخيل، اعتمد على الدراسات. Rehabilitation، إعادة الاستخدام. مرة ثانية استراتيجي، أنا قررت إنه هذا المبنى أعيد استخدامه، مبنى والله جيته مدمر بدي أعيد استخدامه كما هو، لكن هون بقول لك إيش؟ Rehabilitation is to preserve buildings to reuse them
for the same function for which they were built. نفس الوظيفة. If the use is changed, إذا تغيرت ال use, أنا بتكلم هون عن adaptive reuse. إذا تغيرت ال function, بتكلم عن إشي ثاني اسمه adaptive reuse. استراتيجية ثانية في التعامل مع المبنى. Rehabilitation usually has an economic purpose. أنا لما أعمل rehabilitation عادة بكون بنتظر تبعات أو بنتظر مكتسبات اقتصادية. Highfield, شخص اسمه Highfield defined rehabilitation as the preservation of the old fabric. إذا أنا بحافظ على النسيج القديم للمبنى وبستخدمه بنفس النسيج القديم. الآن without any damage or change to its interior design. إذا أنا عادت استخدام المنشأة بنفس النسيج القديم هذا اسمه rehabilitation. لا تحكي عن function. أنت استعمله مكاتب. هو كان سكني واستعملته مكاتب لكن ما لمست النسيج القديم تبعه. هذا rehabilitation بعتبره Highfield. وهي فكرة جيدة يعني ما لازم نربطه ببساطة هيك أو بحدة. نربطه بمسألة إعادة الاستخدام لنفس الفانكشن. لا هو أنا خلص المبنى ما أزلت منه شيء. طبعا هذا أرخص من إن أعيد بناء بعض المباني في بعض الأحيان يعني. Adaptive reuse الكلام هنا لو بدنا نرجع لهايفيلد معناته هايفيلد بيقول لك إذا أنت أثرت على النسيج الداخلي للمبنى معناته Adaptive reuse تاعه معناته أنت ما بتعمل rehabilitation بتعمل Adaptive reuse. أنت مثلا المبنى الواجهات احتفظت فيها لكن من الداخل عملت تشكيل بالانتيريور ديزاين خلاص Adaptive reuse. طب أعدت استخدامه لنفس الفانكشن وكان مؤسس على اساس انه مصنع وبعدين بستخدم المصنع لا بقول لك هذا Adaptive reuse تاعت الانتيريور ديزاين. فاذا الفكره عنده فكره فيزيكال اكثر منها فكره فانكشنال. Means the action or process of presenting طبعا مره ثانيه conservation strategy توجه عام للمبنى كيف هذا بدي اعمل فيه اعمل له preservation ولا اعمل له Adaptive reuse ولا reconstruction ولا اذا هاي فكره عامه بتحتوي تكنيكس مثل الريستوريشن ريستوريشن تكنيك او تكنيكس مثل الكونسوليديشن لكن هي نظره عامه للمبنى كيف بدي انا امشي بشكل عام استراتيجي. طيب اذا هي ذا اكشن اور بروسيس اوف بريزيرفينج ذا اولد بيلدينج اند كيپينج ات الايف باي جيفينج ات ا نيو فانكشن اور رول ا نيو فانكشن اور رول اند ا نيو انتيريو ديزاين. ايكوم از ديفايند ادابتيشن از modification. إذا هو بيتكلم عن تعديل اللي بصير هو برضو ماشي عن فكرة إنه لا أعمل له إذا عملت له التعديلات في الداخل إذا عملت له modification معناته أنت بتكلم عن ال adaptation أو adaptive use. Old place to suit proposed compatible uses. طيب إذا هنا بنتكلم however this might lead to the result that conservation as a wide term, كمنظور عام does not exclude demolition of some parts of building. بقول لك بس هذا في اشكاليه، ايش اشكاليته؟ بقول معناته انت لما تيجي كconservationist كواحد مختص بالحفاظ بقول لا ما عندي مشكله لو انك تزيل اجزاء من المبنى عشان انت تحافظ على اجزاء ثانيه. فهي يعني نقطه جدليه يعني بتضلها لعله هاي الاجزاء اللي شلتها حاليا انت مش مدرك قيمتها وبعدين بصير لها ادراك للقيمه ولذلك من البداية بنحكي إيش؟ اعمل documentation، اعمل تسجيل. Adaptive reuse is considered as an integral part of planning. لما تتعامل مع planning تنتبه إنه كثير يصير عندك نظرات استراتيجية لبعض المباني. هذا أعمل له Adaptive reuse، هذا أعمل له reconstruction، هذا بدي أعمل له rehabilitation. فهذه الأشياء لها علاقة بالplanning لما أنت بدك تتعامل مع المدينة وتخططها وفيها بعض الأجزاء المباني التراثية بدك تشوف كيف تتعامل معها. Maintenance تكنيك له علاقة بتكنيك ثاني بشكل واضح بدنا نتعمل للفرق بينهم واحد اسمه الصيانة والثاني الإصلاح. الصيانة عمل مستمر اللي هي maintenance the continuous protective care هذا عمل مستمر عناية مستمرة بالمبنى بنتبه دائما لتنظيفه بنتبه دائما لإزالة الأتربة إزالة النباتات لكذا كذا هاي maintenance عشان جسم المبنى يظل جيد ويظل عامل. مقابل maintenance
وين ريبير؟ مقابل مينتنس في ريبير. ريبير بتكلم عن ايش؟ بتكلم عن الاصلاح. والله جزء وقعت هون مجموعه او في درجه انكسرت، في حنفيه بطلت تشتغل، عمليه اصلاح. اذا عندي مينتنس وريبير متوازيين مع بعض. هذا احد الامثله، مثلا رويال بوتشر. طب ايش هذا؟ السادس عشر سنتري، هيك سموه، مبنى تراثي في اسبانيا في الاندلس، والمعماري اسمه بابلو مانويل ميلان ايطاليا. بسنت مساحه المبنى 163 متر. واضح انه عمل له هون ادابتيف ريوس مع ريستوريشن. المبنى هذا البلان تبعه، خلينا اكبره شوي. فهاي الجدران اللي موجودة برمادي غامق هي الأصلية، بعدين أضافوا لها، ربطوها مع بعض وحاولوا إنهم يعملوا له مدخل. واضح وأنا حاولوا إنه ينظروا لنقاط الجمالية اللي فيه يعملوها ريستوريشن. طبعاً هون نتكلم عن جزئيات الآن، كقرار كلي يعملوا أدابتيف يوز. هذا المبنى بنص الشارع، أجت البلدية وقالت أنا بدي أعمل له أدابتيف يوز. جميل. طب الآن لما بدي أعمل له أدابتيف يوز بدي أدخل مجموعة من الأعمال الجزئية. الجدار هذا، المدخل الجميل هذا، حاولوا يعملوا له إيش؟ هاي المدخل مبين هون بشكل أفضل، يعملوا ريستوريشن. وأكيد مع ريستوريشن ممكن تكون بعض الأجزاء واقعة، فعملوها ريكونستراكشن، ضايعة يعني، فعملوها ريكونستراكشن سواء في المدخل والأماكن الثانية في الدرج. بعض الجهات ممكن كانت متآكلة، إذا كانت متآكلة يعملوا لها سوليديفيكيشن. المبنى كله يعملوا المخطط بحيث إنه يكون بدل ما كان واتيفر صار الآن متحف. لا لاحظ كيف عفوا المخطط هذا، لما تدخل هون نكبروا شوي، نكبروا أيوه، كبروا هيك مدخل هون، هنا في شوية مناطق، بعدين اعمل لك جاليري فوق ومدخل للدرج تطلع فيه للطابق العلوي، بتشوف معروضات وبتلف بالمكان. إذا أدابتيف ريوز. هون بعطيك سيكشنز، في عندك مصعد، عندك مصعد هون هذا هو، وهذا بطلعك للطابق العلوي، في تجول مصعد بيعطيك سيكشنز، مجموعة سيكشنز عشان يبين لك النقاط اللي أثر عليها، بحكي لك المواد اللي هو بده يستعملها وكيف راح يستعملها. هذا المشهد من داخل المبنى بحيث انه يورجيك انك بتمشي في مكان او معرض. هذا المعرض بيورجيك فيه هون الآثار القديمة موجودة تحت، بيورجيك بعض المعروضات الجديدة عن تاريخ هذا المبنى. إذا عملوا متحف بيتكلم عن تاريخ المبنى وعراقته، بحيث يكون شكله أجمل في ضمن الشارع. هذا شكله في ضمن الشارع القديم، لاحظوا كان منهار، كان واقع، كان كذا، لكن الآن صار جزء جيد، ثقافي جيد في ضمن المدينة. إذن هذه الفكرة. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم.